نروح للسؤال يمكن اللي انت سأله لانه اصبح معنا على الهواء المايسترو كرة القدم اللبناني الكابتن موسى. بتقول بتسأله: تعرضت لانتقادات عديدة تتعلق بأداء المنتخب وتكتيكه والتبديلات، فما رأيك؟ بيقول لك بوكير: حرفيته لن اتقبل اي نوع من الانتقادات، لان كل من ينتقد لا يملك خلفية صحيحة حول واقعنا، وهم من هم هؤلاء الذين ينتقدونني؟ هل درسوا كرة القدم علميا؟ هل هم مدربون؟ هل يملكون شهادات تدريبية او تراخيص رسمية بالتدريب؟ راح نسأل الكابتن مدرب فريق النجم الكابتن موسى حجاج هالسؤال. كابتن موسى معنا؟ نعم، مساء الخير لك محمد، ومساء الخير لضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. نعم، مساء الخير لك كابتن موسى. يعني طبعا سمعت السؤال وطبعا قرات المقابله مع الكابتن تيو بوكير يلي بمحل معين ايضا عم يقصد يمكن الكابتن موسى حجاج اللي خسر بطولتين باسبوع. نعم. بداية ما بيقف الموضوع عندي على مستوى الشخصي، بل بالعكس على المستوى العام اللبناني بشكل أو بآخر، هو أهان المدربين اللبنانيين عامة. بيقول إنه ما في مدربين لبنانيين لأن يكون شهائد أن يكون خلفية عن كرة القدم. هذه الأمور كلها هذا أمر مرفوض جدا. وكابتن تيو بوكير هو له تاريخ وتاريخ حاسم بالفشل إذا صح التعبير. بالعكس انا اقول هناك مدربين لبنانيين، الشهايد موجوده وتقارن مع شهايد وهي ستطابق بنفس المواصفات، وفي كفاءات وفي شهايد يمكن اعلى. هذه واحده. اما على الصعيد الثاني اللي قال انه مدربين، مدرب يخسر لقبين في 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 اسبوع واحد ببطوله بموسم واحد، فانا بقول له لبوكير انه انت بال 2002 كنت متصدر خلال المسيره كلها، كنت ربحان خلال المباراه وخسرتها امام النجمي تحديدا وامام اقدامنا كنا لما كنا نحن وانت فشلت. هذه واحده. هذا من مستوى الرد اللي هو على الكلام اللي هو وصفه، وانا اتاسف الى هذا المستوى المتدني من الحديث. هو يدعي الاحترافيه في العمل، هو يدعي الاحترافيه وليس محترف في العمل، لا يملك اي شيء من الاحتراف في العمل. المدرب المحترف يتقبل النقد وبالعكس بيطلع بيشرح بيقول انا اللي عم ينتقدوني هون انا عملت هيك لانه واحد اثنين ثلاثه، بيقدم مبررات وبيقدم، لانه هو ما يملكه المدرب لا يملكه احد. نحن كمدربين عم نعكس الصوره اللي شفناها بحاله المنتخب اللي هي كانت مزريه للاسف من سوء الاداء وسوء النتيجه الاثنين. كجمهور لبناني كجمهور فوتبول بلبنان منتظر وحده من الحالتين، يا مستوى عالي وممكن يكون خساره، هذا امر ما بنملكه نحن، لانه بيبقى في توفيق وفي حظ، وممكن ناخذ نتيجه ايجابيه وما ناخذ مستوى كمان، نقبل انه النتيجه تكون منيحه والمستوى ما يكون منيح. اما اثنين انه المستوى مزري الى الهلاك، لا توجد لمسات مدرب، لا توجد طريقه لعب، لا يوجد تجانس تفاهم، العناصر المشاركه او اللي عم يتم اشراكها اختيارها عم بيكون عشوائي وعم بيكون حسب محسوبيات، حسب تعاطي بكيديه، حسب تعاطي على مصلحه شخصيه، عده امور. انا عندي كثير معطيات عن حاله المنتخب، كيف عايشين، باي ظروف. طبعا عندي لاعبين موجودين من المنتخب، عندي لاعبين اخرين موجودين بقدر اني اخذ منهم الاجواء، لانه هذا بالنهايه منتخبنا وبيهمنا كلنا. نعم صحيح. بالتالي امر كثير مهم انا اللي بدي اقوله، عندما اي شخص بالعالم، وهذا مثل صيني قديم، يدعي انه الافهم فهو بالنتيجه الاغبى. يعني لما بيقول انه انا بفهم وما حدا بيفهم فهو حتما غبي. هذا الموضوع يطبق على تيو بوكير، مع كل الاحترام للمسيره اللي كان شغلها، وانا اشتغلت معه كلاعب لتيو بوكير، واحد اكثر الناس اللي بيفهم ويفهم عقليته لتيو بوكير. انا بقول لتيو بوكير اهتم بعملك، ما زلت انت المدير الفني للمنتخب وانت المسؤول الاول والاخير، وانت الذي ستطالك النقد والمسؤوليه تقع على راسك وحدك. ومن خلفك الاتحاد المسؤول الذي بشكل او باخر يجب ان يتدخل لايقاف مسرحيه بوكير، انا اسميها مسرحيه بوكير. نحن رايحين بالمنتخب للاسوء. المجموعه اللبنانيه بشكل او باخر ادوا مستوى كلبنانيين كعناصر